هذا الشيء له إهداء من أم فارس لابنها الضابط عبد العزيز الآن طراح. وحصريا استديو مبروك يا اللي نجمة العز تزهى يا راعي الوقفة في طول الزمان عبد العزيز طراد اللاش تفدى وقت المواقف الوازم يباني وقت المواقف الوازم يباني مبروك يا اللي نجمة العز تزهى مبروك يا اللي نجمة العز تزهى يا راعي الوقفة طول الزمان عبد العزيز طراد اللاش يفدى وقت المواقف اللوازم يباني طاب القصيد وطاب قفاه ومعنى يا هاجسي عطني جزيل المعاني يا هاجسي عطني جزيل المعاني تستاهل الرتبة وتستاهل الجاه يا طيب السيرة عريب المجال ضابط ودايب سلم المجد ترقاه هلك مع رجال المجد قدر ومكان حرا على روس المراقيب مبداه هو ما يصيد إلا الجزال السمان هو ما يصيد إلا الجزال السمان من طيب راسه حقق اللي تمناه وفي الواجبة يصل سواد الحصان قرصن تجنب المواقف سوايا صيته معه الطيب قاصي وجاني من طيب أبوها اللي على العز رباه يالله لعله وسط خضرة الجنان يالله لعله وسط خضرة الجنان وربعك طبيان الفعول المسمى أهل الحمية كاسبين الرهان عياش ساس المجد والحد تحمى يهداها مشه ما قد لحقهم هواي أهل السطر دايم سلاطين ودها هذا الكلام اللي عليها الضمان هذا الكلام اللي عليها الضمان مبروك يا اللي نجمة العز تزهى مبروك يا اللي نجمة العز